اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنتكلم على شخصيه انطلبت كتير جدا مني، شخصيه الغندور والغندوره، لكن مش انا اللي هعمل الحلقه كلها لوحدي. طيب، حلقه الغندور والغندوره نزل حلقه قبل كده، نزلها كابتن عمرو جرانا وقال لنا عنها معلومات كتير جدا، لكن النهارده احنا هنقول حاجات مختلفة شوية. اللي هي ايه؟ اللي هي ملامح وجه الغندورة. هل ان احنا نقدر نرصد وجه الغندور او الغندورة عن بعد بدون ما نتكلم عليه؟ طبعا احنا هنقدر نشوف اي شخص في الدنيا زي ما هو موجود داخليا، هنشوفه على وجهه. اي حاجة بتدور في نفس اي واحد انت بتعرفها بمجرد النظر في وجهه، تمام؟ طيب، مين هيقدم لينا الحلقة النهاردة؟ هيقدم لينا الحلقة النهاردة صديقتي امال من الجزائر، هتقول لنا ملامح الغندور والغندورة. يلا نروح نشوف امال حضرت لينا ايه ونرجع لكم تاني. السلام عليكم، انا امال صديقة مصطفى دياب محلل الوجوه. حبينا اليوم نعمل لكم حلقة مميزة ونعرف شخصية مميزة كتير ومهمة كتير وجذابة، اللي هي شخصية الغندور والغندورة. مين ما يعرفش الغندور والغندورة؟ الشخصية اللي تجذب كل الناس، فيها شد، فيها سحر، وما نعرفوش السبب ليه هذا الإنسان ولا هذه الإنسانة عاملة كده، اللي عندها شد قوي، إيه اللي خلاها توصل للذكاء في التعامل مع الناس؟ تعرف اللي يدور في بالك، تعرف نقاط ضعفك، وتعرف إزاي تخليك مشدود لها وتسيطر عليك. عندنا علم الفراسة يعلمنا ويفهمنا ازاي نقدر نعرف الوجوه، اي شخص وجه اي شخص من غير ما نتعامل معاه، نعرفه ونفهمه هو بيفكر ازاي وطريقته واسلوبه ازاي في الحياة. حنقول لكم مواصفات وسمات الغندور والغندورة من الفراسة. اول حاجة نلقاها فيه هي الشعر المتوسط. يعني ايه شعر متوسط؟ يعني لا هو خشن ولا هو ناعم، يعني يمشي مع الصعب ويمشي مع السهل، يتماشى مع كل الظروف، ودي نقطة اللي تخلي الشخصية دي جذابة. كمان عنده حاجة مهمة قوي لازم تتوفر في شخصية الغندور ولا الغندورة، الوجه يكون طويل. لما نقول وجه طويل معناها يا إما مستطيل ولا بيضاوي، وأغلبية كبيرة يكون عندهم وجه 80% مستطيل. الحاجة الثالثة ولا السمة الثالثة المهمة هي الجبهة. في بالكم جبهة إنسان غندور أو غندورة، لما نقول عليه ذكي ومفكر وعنده ثقافة كبيرة وعنده صبر، كل دول حيجوا مع جبهة، أكيد حتكون جبهة كبيرة، ولازم الشعر يكون منبت بتاعه يكون مستقيم. هذه الحاجة الثالثة. كمان الجبهة تكون ميلة للخلف، حتى ولو ما كانت ميلة للخلف تهم، لازم تكون كبيرة. نضيف على الجبهة خطوط، يعني تجاعيد ممكن تكون حتى ولو ما كانتش، معلش، المهم اهم سمة تكون جبهته كبيرة. وبعدين ننزل على الحاجب. الحاجب مهم كتير. حاجب الغندور يكون مستقيم وعنده ذيل نازل، ولازم يكون في الذيل، يعني الحاجب لما يكون من الاستقامة حتى للنهاية، مش حتى للنهاية، يعني حتى لبداية الذيل، المنطقة هديك لازم تكون ثقيلة، يعني حاجب شوية ثقيل بالنسبة للذيل. أوكي، يعني الذيل يكون خفيف بالنسبة للحاجب من البداية. ونضيف عليه كمان
استنوا، حيقول لي واحد او واحدة انه كمان هذا السماع عند الحورية. الحورية عندها نفس الحاجب، بس الغندور يختلف عن الحورية في عظمة الحاجب. كمان نضيف على الحواجب انه الحاجب الشمال اهم ميزة، يعني لازم تتوفر في الغندور. حاجب الشمال يكون خفيف على الحاجب الأيمن، يعني الحاجب اليسار خفيف بالنسبة لحاجب الأيمن. ومدام إنه الغندور يبهرنا بكلامه وبطريقته وبأسلوبه، فأكيد حنلاقي سمة رئيسية عنده هي الانتفاخ لتحت الجفن، تاع الجفن السفلي. انتفاخ يكون تحت الجفن السفلي، هذا دليل على إنه شخص لبق في الكلام ويعرف يختار كويس وجد جدا جدا المفردات المناسبة اللي تدخل في عقول الناس وتخليهم مبهرين بطريقته وبأسلوبه. ونضيف على الجفن المنتفخ الشفايف. شفايف الغندور لازم تكون الشفة السفلية شوية خفيفة، يعني شوية صغيرة. بما انه شخص يعرف يتكلم ويستحوذ العقول، فمش حنلاقي عنده اكيد العاطفة غالبة عليه ولا الرومانسية، هو بيستخدم عقله اكتر. علشان كده نلقى جفنه السفلي بتاع العين مستقيم، ونضيف عليه الشفة السفلية. كمان الشفة السفلية ليه عنده نحيفة شوية، علشان هو مشاعره ما تسلش، لو حتى يعني عجبه شخص مش حينبهر بيه ولا حتى يهمه أمره أصلا ولا يحبه ولا يموت عليه. هو شخص يتحكم كويس في مشاعره ويعرف عايز إيه وحيوصل إزاي وحيعمل إيه وكل الكلام ده. وأكيد شخصي زي ده حيكون يستمع للناس ويستمع لكلامهم وما يقطعهمش، وعنده صبر وتحمل لآراء الناس. فحنلقى إيه كمان؟ نلقى الأذن اللي تسمع. أكيد أذن بتدخل كلام أكيد تكون كبيرة، حكى أوتوماتيك، لأنه هو يعرف يعمل إيه. قلنا شخص ذكي لبق، مستمع جيد، حيعمل ايه؟ حيدخل الكلام وما يردش بسرعة. اكيد حنلاقي بقه داخل، يعني فمه شوية داخل للجمجمة، اقصد داخل مش خارج، علشان يعرف يعبر ويفكر ايه حيقول ايه وحيرد ايه، وهادي تناسب دي وهادي. وحتى لو ما كانتش كبيرة تكون يعني فوق المتوسط، يعني تميل لأنها كبيرة. أنا بتكلم على الأذن. لما نقول شخص مستمع وصبور وعنده كل السمات دي، أوتوماتيك حنلقى الشارب عنده يعني متوسط، كمان شكل عادي، لا هو كبير لا هو صغير. ونسينا نقول لكم انه الشخص زي ده اكيد حيكون عنده يا اما انف روماني ولا انف عريض، المهم كل الانف الكبيرة بانواعها. اوكي، واتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ونتمنى منكم التشجيع، واللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك ويتفرج على كل فيديوهاتنا ويعمل كمان لايك. والسلام عليكم. طبعا احنا شفنا امال قالت ايه في وجه الغندور والغندوره. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل دمج بين الملامح اللي هي قالتها. هي قالت ان الشعر بيكون لا هو ناعم ولا هو خشن، بناء على ايه؟ ان هو لا ناعم ولا خشن. كمان قالت لازم الجبهه تكون كبيره، تمام؟ يعني ايه؟ يعني عندنا هنا الجبهة لما تكون كبيرة وعلى استقامة اصبح ان هنا ده شخص عقلاني، تمام؟ طيب هل ان هو يكون جبهة مستقيمة وبس؟ لا طبعا، لازم يكون
في وجوه تانية بيختلف فيها حاجات. يعني هنا لو قلنا في الجبهة ممكن نقول الجبهة المستقيمة من هنا ده شخص عقلاني، لكن هنا في ملامح بقى بتتبدل بين الوشوش، يعني مش كل الوشوش هتلاقي فيها نفس الملامح، لان هي قالت ان الوجه المستطيل والوجه البيضاوي اكتر سمات بتكون فيهم. ايوه فعلا بيكون فيهم، لكن بيكون موجود في الوجوه التانية. بيكون موجود في الوجوه التانية. طيب هنعرف بقى الحاجات دي منين؟ هنعرف دلوقتي قالت ان الحاجب المستقيم نهاية الديه ده شخص منظم، وقالت ان العين والحاجب بعيد عن بعض ده شخص انتقائي. اصبح ان هنا بنتكلم على الغندور والغندورة انهم عندهم موهبة في تركيب الالوان، في تنظيم الملابس، في ان هي تلبس كويس او هو يلبس كويس. وده بنعرفه منين؟ بنعرفه من الحاجب المستقيم والمسافة البعيدة بين الحاجب والعين. تمام؟ قالت ان هو مش هيخلي مشاعره تسيل منه، يعني مش هيسلم قلبه لاي واحد. ليه؟ لان الغندور والغندورة بيدوروا على شخصية محددة تناسبهم، لان هو كل راجل بيعجب باي ست وكل ست تعجب باي راجل. تمام؟ لكن هنا ساعة ما نقول ارتباط يعني جواز، يعني باقي العمر كله هنكفيه مع الشخص اللي احنا هنختاره. تمام؟ فهنا الغندور ده شخص مش هيعيش وخلاص. ليه مش هيعيش وخلاص؟ لان هو شخص انتقائي. هنلاقي هنا الارتفاع اللي في الحاجب بين الحاجب والعين ده يقول لنا ان هو شخص انتقائي، يعني بيعرف يرتب افكاره، يعرف ينقي اصحابه، يعرف يشتري لبسه، ويعرف حاجات كتير ان هو ما يغلطش. كمان هي قالت ان الاستقامة في الجفن السفلي مع شفايف نحيفة، جفن سفلي شفايف سفلية الاثنين، هنا ده استقامة وده نحيف. يعني ايه؟ يعني هنا لما نلاقي شفة سفلية نحيفة اصبح ان الشخص ده ما عندوش مشاعر لاي شخص، هو شخص محدد هيديله المشاعر وبس، يعني مش هيسيب نفسه كده وخلاص. وزي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت ان اصحاب الشفايف الكبيرة بيعرفوا يعبروا عن مش عارف ايه وايه وايه. ما هي برضو قالت لنا ان الشفايف اللي فوق اكبر من الشفايف اللي تحت، وده دليل على ان هو عنده موهبة ان هو يقدر يتكلم. كمان دعمتنا بسمة جميلة جدا اللي هي الجفن السفلي المنتفخ. جفن سفلي منتفخ يعني بيعرف يعبر على الكلام اللي يقدر يطلعه. تمام؟ كمان هنا هنلاقي الشخص الغندور والغندورة، هنلاقي المكان ده رجع لورا. تمام؟ هنلاقي السمة دي لازم تكون موجودة اكيد، لان هو مش متهور خالص. وضحنا المتهور ده متهور ازاي في الحلقات اللي فاتت. فهنا هنا بيقدر يتكلم كويس. طيب ايه تاني؟ وبيقدر يكون حازم في كلامه. كمان هي قالت لنا ان الحواجب والعيون قريبة من بعض، يعني بيركز. طالما هو بيركز مع جبهة رجع لورا، اصبح ان هنا ممكن جدا ان هو يكون ايه؟ يكون بيمكن يكون ان هو متسرع في الكلام، لكن هنا بقى البق من تحت رجع لورا فاصبح بيركز اكتر. لما نعمل دمج كامل مع الشكل ده هنلاقي عيونه قريبة، حذر، حواجب قريبة، غير مسامح، يعني ما عندوش اخطاء تحصل، شفايف اللي تحت نحيفة ما بديش مشاعر لحد. وقالت لنا كمان ان الانف كبير. انف كبير يعني انف قيادي، ان هو هيقدر ان هو يتحمل المسؤولية. كمان هنا هي ما وضحتش حاجة تانية باختلاف الوجوه. يعني ايه؟ هي قالت على الوجوه، معظم الوجوه فيها ركزت على حاجة مهمة جدا، ان الوجوه طويلة. لكن في الوجوه اللي مش طويلة بقى ايه اللي بيختلف؟ ممكن نلاقي ملبت الشعر حرف قلب، وحرف القلب هنا اللي هو ملبت الشعر من هنا بيكون عامل زي شكل القلب. ده بيدينا نفس المفعول بتاع الحاجب المستقيم. طيب وضحت لنا كمان ان هنا المشاعر مش هتسيب، لان نص الحاجب نركز في دي جدا، لان الغندور ده
من ضمن التمانية اللي هم المخلصين اللي هم ما بيخونوش، لأن نسبة البشر عندنا 8% من البشر مخلصين و92% من البشر خاينين وغدارين والكلام ده كله. فهنا هنركز على السمة دي جدا لازم، وهي وضحتها في الشرح اللي قالته الجانب الشمال. الجانب الشمال مركز جدا لان الجانب الشمال هنا مهم جدا لان هو المسؤول عن العواطف والمشاعر. هنلاقي ايه؟ هنلاقي الجانب ده مقسوم نصين. يعني ايه؟ يعني هنا نص الشعر هنا نصه تقيل والنص اللي هو في نهاية الديل بتاعه بيكون خفيف. فهنا نعرف ان ده من مين؟ من 8% المخلصين. هنلاقي 8% المخلصين اللي احنا هنعمل لكم حلقة عليها هنلاقي العلامة دي موجودة فيه. طيب عندنا ايه تاني بيقول لنا ان الشخص الغمدور ده احنا قلنا ان هو شخص مثقف. طيب مثقف ازاي؟ هنلاقي عندنا الاذن من هنا كده، عندنا في استقامة في الاذن من هنا هنا كده هنلاقي في استقامة. يعني ايه؟ يعني الاذن قالت لنا امال في الحلقة ان الاذن اكبر من متوسطة، يعني تتعدى من الاذن الكبيرة اللي هو بيحب يجمع معلومات، يعني مش كبيرة قوي لكنها مش صغيرة قوي، يعني هي اكبر من وسط. فنلاقي الاستقامة دي دليل على ايه؟ دليل على ان هو عنده حب المعرفة والثقافة والقراءة وكل الحاجات دي. طيب هل الحاجات دي كلها موجودة في شخص واحد؟ انا اقول لك ايه اللي يكفي في وجه زي ده ان هو يكون من الغناضير. لو لقينا الحاجب الشمال، طبعا الحاجب الشمال لو لقينا الحاجب الشمال تحديدا في استقامة كمان وده ما فيهوش استقامة، اصبح في الجانب العاطفي هنا بيقدر كل الناس يا جماعة اللي عندهم الحاجب ده مقسوم نصين من هنا، الجانب ده بيكون خفيف، ده عنده خبرة كويسة جدا في التعامل مع الجنس الاخر. تمام؟ ليه بقى؟ لان عندنا 8% بيكونوا ذكور او اناث بيحملوا معانا الصفات المعاكسة، يعني بيكون انثى بصفات ذكورية او ذكر بصفات انثوية، لكن هو ذكر كامل والانثى انثى كاملة، لكن التفكير بس هو اللي فيه بعض الاختلافات لان فيه حاجات تانية هتودينا ورا. لكن احنا هنا كده لما نقول الحاجب ده يبقى الحاجب ده لوحده يكفي ان الشخص مخلص ومش خاين علاقات خالص. تمام؟ طيب لان احنا لما نيجي نشرح في حلقة الشواذ هيبان ملامح من دي، هيبان ملامح من دي بس مش نفسها. فهنا لازم نركز قوي علشان نعرف نحلل كويس، نعرف نحلل كويس لان عندنا نوع من انواع دي شواذ، شواذ، لكن هما ما بينضموش من ضمن ال 8% لان هما كده بيخونوا. طيب العلامات بقى الثابته اللي هي تاكد لنا ان الشخص ده غمدور ومش بتاع علاقات ومش عارف ايه، طبعا هنا احنا قلنا الشفه اللي تحت بتكون اقل من متوسطه، اقل من، نركز في دي لانها مهمه جدا، اقل من متوسطه لكن هي مش نحيفه. مع جفن مستقيم مع حاجب مستقيم بديل اصبح ان هنا الشخص ده غندور ومخلص. تمام؟ لكن لو جينا لقينا الشفه اللي تحت كبيره اصبح هنا التحليل مش هينفع ان العلامتين دول يكفوا لوحدهم لان كده خدنا في سكه تانية خالص احنا الله الغنى عنها. فلازم ان احنا نحدد لما ندمج. طيب التلات علامات دول لوحدهم يكفوا ان الشخص ده غندور؟ وهتلاقي معاهم كمان الاذن بنفس الشكل ده، فده بيدل عليه ان هو غندور. طب الغندور ده ان هو عنده جاذبية عالية جدا، بيقدر يسيطر على دماغ اي حد. كمان قالت لنا امال في الحلقة ان الحاجب ده الحاجب بتلاقيه بارز عن هنا العظم بتاع الحاجب بتلاقيه طالع شوية لبره. ليه طالع شوية لبره؟ لان هنا عنده قوة حدس بيقدر يقرأ افكار اللي قاعد معاه،
بيقدر يقرا افكار اي حد، فسهل عليه ان هو يريحه في كل حاجه، يعني يعرف هو عايز ايه، يعني بيوصله تواصل ذهني مع الشخص اللي بيتكلم معاه، لذلك بيقدر ان هو يقرا افكاره. وهنا اللي بيقرا الافكار بيقدر ان هو ينفذ القرارات اللي التاني بيفكر فيها قبل ما يقولها، يعني هنا ممكن ده يقولها بشكل وبعدين يرجع يقولها بشكل تاني، فهنا ده بيفكر، انت فكرت في حاجة، الشخص اللي هندور وهو قاعد معاك هتلاقيه بيرد عليك تلقائيا لانه عارف ان انت هتسأله السؤال ده، فهنا هنا قوة حدس عالية جدا عند الشخص اللي هندور. طيب اصبح ان هنا هل ان السمات دي كلها لازم تكون موجودة؟ لا مش لازم تكون موجودة. طيب هل ان في سمة لوحدها تكفي؟ برضو لا مفيش سمة لوحدها تكفي، لان دي شخصية، فالشخصية بتبني افكار مجمعة، افكار مختلفة، فهنا لازم نلاقي الشكل فيه حاجات تجمع منها الشخصية. علشان كده احنا دايما في الشخصيات نقول لازم يتوفر معانا لا يقل عن 3 او 4 او 5 سمات. انت لو لقيت 3 سمات اصبح ان الشخص ده، لو قلنا مثلا الشخص ده غندور، غندور. طيب عرفنا ازاي؟ لقينا عنده الحاجب والعين والاذن والشفايف، اصبح ان احنا هنا نقدر نقول له كده. طيب لقينا الحاجب ده مش بارز، اصبح مش منهم. ليه؟ لانه هو ما عندوش حدس، فاصبح مش من الغناضير خالص. لكن احنا نقدر ان احنا نبقى غناضير؟ طبعا نقدر ان احنا نراقب تصرفاتنا ونقدر ان احنا نتعامل بطريقة الغندور، هنوصل لطريقة ان احنا نكون شكل الغندور، نقدر ان احنا نكون واحد منهم بسهولة جدا. طيب هو وصل منين؟ وصل من الثقافة والعلم اللي هو بيلمه، لان هو شخص مثقف، شخص ذكي، شخص مفكر، شخص منظم، كل حاجة كويسة هتلاقيها في الشخص الغندور، شخص مخلص، كل حاجة، كل ده فارس أحلام أي ست، والبنت كمان هي عروسة لكل واحد يتمنى يتجوزها، لذلك الناس دي صعب، صعب جدا إن هما يقعوا في الحب. لو لقيت هنا جفن زي ده، يعني احنا لو عملنا حلقة عن شخص ما يحبش العلاقات هنلاقي الجفن ده مستقيم، لكن هنا لو الجفن ده مستقيم لوحده هيكفي ان الشخص ده ما يحبش علاقات؟ لو الشفايف نحيفة؟ لا برضه مش هيكفي لو الشفايف نحيفة، فهنا لازم ان احنا نوفر معانا اكتر من سمة، يعني لو توفر معانا سمة للناس اللي ما بتحبش العلاقات هنلاقي الجفن مستقيم وحاجب مش موجود تقريبا او خفيف جدا، او هو مسافه الشعر هنا في الحاجب هتبقى مسافه 3 شعريات قصاد بعض ومرصوصه، اصبح ان الشخص ده ما بيحبش الجنس، ما بيحبش العلاقات نهائيا خالص. فده لو لقينا شخص، عشان نركز في الشخصيات، مش اي واحد هنقول عليه غندور، ومش اي واحده هنقول عليها غندوره، تمام؟ لان الغناضير مثقفين متحضرين، نصهم نص تفكيرهم راجل ونص تفكيرهم ست، لكن الراجل بيكون راجل كامل والست بتكون ست كاملة، وليس من الشواذ، نركز، ليس من الشواذ. طيب احنا ممكن نلاقي شواذ، ممكن نلاقي شواذ في الشخصيات اللي زي دي، لكن احنا هنا بيختلف معانا سمات هنوضحها لكم في حلقات جاية. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، وبشكر صديقتي آمال انها شاركتني في الحلقة بتاعت النهاردة، وهي ليها فضل ان انا مستمر لحد النهاردة، لان هي دايما كانت تشجعني، دايما كانت تقول استمر استمر، لحد النهاردة انا موجود بضغط منها، ان هي خلتني اكمل معاك لحد النهاردة. واللي وصل معايا للنهاية يعمل لنا اشتراك ويفعل الجرس، وما تنسوش تكتبوا لنا تعليق تحت عايزين ايه في الحلقات الجاية، وما تنسوش تعملوا لنا لايك. سلام.